الحارس اللي هو اهم او السائق او اهم شيء داخل هذه المهمه. حلو اوكي، قبل كل شيء انك تيجي تفتح للسجين، بعد ما تفتح للسجين يجي تركب العربه. طبعا اذا كان معك لاعب ثاني يكون افضل. المهم السائق اهم نقطه، ترفع السائق وتخليه على الحصان اذا كنت انت وحيد طبعا ما معك حد. اوكي طبعا تحاول تلوت الجماعه هذولا، يمكن تكسب العمله يمكن لا، او انك تحصل لك كولكتر او اي شيء خفيف. اوكي المهم الحين راح نركب هذا العربه عشان يركب معانا السجين، تمام، اللي هو اعتقد اسمه فيليب. طبعا دائما حاول انه تنادي الحصان، الحصان تصفر للحصان خليه يجي معاك، انه يكون الحصان هو حامل القثه. القثه هذه هي السبيل عشان نحن ننهي هذه المهمه بسهوله. والله شو هذا الاطار؟ عاد ما قلتش يا اخي. اهم حاجه اول خطوه انك تجي توقف هنا عشان تاخذ العمله، تتاكد القثه موجوده طبعا. دريول او السائق او الدرايفر، يا هم يوخر يا سجين. المهم تحاول هنا تاخذ لك شويه مشروب، انه راح يصير في ضرب في داخل هذا المكان. حاول انك مره مباشره تدخل وتجي تاخذ هذا الصندوق هنا تفتحه، اوكي، عشان تشيل العمله. شيل العمله يا بنت الناس، الله اكبر. على العموم اعتقد انا استلمت العمله. اوكي استلمت العمله، العمله خلاص موجوده. اوكي اذا حاب مثلا تتاكد او شيء بخصوص موضوع العمله، نفس الشيء ما في اي مشكله، نقدر ندخل مره ثانيه ونتاكد. بس حاول انك تكون الطاقه تبعك فل. اوكي واضح ان الصندوق خلاص ما في شيء، اخذنا العمله. بعد ما ناخذ العمله نطلع. اوكي الحين اذا انت تيجي في هذا النقطة مع السجين، المهمة ما راح تبدأ. شوف ما راح تبدأ المهمة، يفترض ان المهمة تبدأ خلاص تكون تواصل انت والسجين. شوف ما تبدأ المهمة، انت في النقطة الصفراء. الحين العملية انك تشيل هذا الدرايفر او السائق، اوكي، وترميه في النقطة الصفراء. الحين راح تجي عصابة، الأمور طيبة. شوف اوكي العصابة وصلت، أحسن ننجح من الحصان. يلا 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 وينهم هذا الأخ؟ الحذر الحذر، قويين يا جماعه.
اوكي شباب، واضح عشان التكملة. اوكي، المفروض انك تعمل مشاكل في فان هورن، فاذا صار جلتش عندك ما ظهروا الاعداء وما ظهروا هذول الجماعة، حاول انك ترمي متفجرات. اوكي، مثل ما عملت الحين. اوكي، بس واضح انه لازم اقضى عليهم. اوكي، المهم الخطوة الأولى أنك لازم تأخذ السائق معك، هذا واحد. اثنين، في حال أن الأعداء المرة الثانية ما ظهروا، تحاول أنك شو يسمونه ترمي متفجرات، تعمل فوضى في مدينة بن هورن عشان يظهروا. بعد ما يظهروا خلاص تكون المعركة الثانية والأخيرة أو الثالثة والأخيرة. طبعا لما أنت توصل في آخر الوقت يفترض انهم يعطوك ذهب زيادة و اكس بي زيادة. والسجين مهمة فيليبس، فيليب او فيليبس. والله اعطونا شيء بسيط من الذهب. على العموم شباب، شكرا لكم على حسن المتابعة. حبينا بس فقط ان نخبركم عن الحل في مشكلة سجين فيليب، كيف انك توصله. اهم حاجة يكون عندك الدرايفر او السائق تشيله معك بالحصان، او انك تستخدم العربة وتحطها في الحصان اذا ما معك اصدقاء. توصل في المدينة، توقف في النقطة الصفراء، طبعا اخذ العملة، توقف في النقطة الصفراء وتحط الجثة في النقطة الصفراء. تبدأ المعركة الاولى مع الاعداء، تقضي عليهم. بعد ما تقضي عليهم تحاول اذا ما انتقلت الى العصابة الثانية انك ترمي متفجرات وتعمل فوضى في المكان وتقضي عليهم وتنهي المهمة. شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم حميد فوق من قناة أوبي جيمرز. حياكم الله.